مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفه جميله جدا، الشيش تاوك. طبعا كلنا عارفين الشيش تاوك المشوي، هنعمله مع بعض بطريقه جميله قوي وسهله قوي، ومكونات كلها بسيطه خالص. معانا كيس الخلطه بتاعت الشيش تاوك بتاع ماجي اللي هو الجاهز، معانا معلقه كبيره من الزيت، معانا زبادية. طبعا الشيش احنا غاسلينه طبعا، بس يفضل ان لحم الشيش تاوك يكون من الورك، ما يكونش من الصدر عشان يبقى طري معايا ومزبط وايه وطعمه حلو قوي. الوراك افضل من الصدور في الشيش تاوك. هنجيب البوله بتاعتنا اهي، اول حاجه هننزل بيها بكيس الخلطه. طبعا احنا غاسلين الشيش تاوك برضو، عصرين عليه ليمونه وشطفناه كويس قوي عشان ينزل ايه الزفاره بتاعته. اهو كيس الخلطه. بعد كده هننزل بمعلقه كبيره من الزيت اهي، وبعد كده هننزل بالزبديه، الزبادي البلدي دي اهي. ما ينفعش الزبادي اللي هي الفواكه، لازم تبقى معايا الزبادي اللي هي من غير سكر. اقلب بقى الخلطه دي كلها كويس قوي. هو مش بيحتاج بقى ملح ولا توابل، ولا هو الكيس في ملح وفي البصل البودره والثوم، كل مكونات الشيش تاوك هو حاططها كلها في كيس واحد. واحلى حاجه ان هو ظابط المعايير وكل حاجه والطعم وكل حاجه. هقلبه كويس عشان ما يبقاش فيه حته فيها توابل وحته لا. اهو هقلبه كويس قوي اهو كده، كل حاجة اتقلبت كويسة. هنيجي بقى للشيش بتاعنا. هننزل بيه بقى في الخلطة اللي احنا قلبناها دي كله كده اهو. هقلبه بقى كويس قوي عشان كله يتشرب من الايه الخليط اللي احنا عملناه ده. اهو بصوا كله اتقلب اهو، مبقاش فيه اي حته ما فيهاش الخليط اللي احنا عملناه اهو. بعد الخطوه دي بقى هنعمل ايه؟ هنجلفه بالاسترتش وهنحطه في التلاجة لمده مش هتقل عن ساعتين. كل ما هيقعد معايا هيشرب بقى من الخلطه ديت، وهيطرى معايا وهيخلي المسيره بتاعته طريه كده وفيها طراوه، وفي نفس الوقت مشويه وواخده لون حلو قوي من بره. احنا هنشوف بقى كل ده كده، بس احنا ايه دلوقتي هنجلفه كده اهو. هنجيب الاسترتش بتاعنا ونجلفه. هنحطه بقى في التلاجة لمدة ساعتين، وهنشوفه بقى بعد ما يخرج من التلاجة هنشوف بقى ايه هنكمل معاه ايه. وده شكل الشيش بتاعنا اهو، بعد ما حطيناه في التلاجة لمدة ساعتين اهو، تبل كله وشرب من كل الخلطة اللي احنا عملناها. هنيجي بقى محتاج ايه بقى الشيش بقى عشان نزينه ونخلي شكله حلو معانا بقى. اول حاجة معانا العصيان بتاعت الشيش بتاعتنا، معانا بعد كده بقى فلفل الوان متقطع احمر اخضر اصفر، معانا البصل بتاعنا اللي احنا ايه هنعمل بيه. هنعمل بيه ازاي بقى؟ هنيجي كده هجيب اول حاجة قطعة البصل بتاعتنا. اول حاجة هنجيب البصل بتاعنا وهننزل نيجي كده بعصاية الشيش من فوق اللي هي اللي فيها الحردة من هنا دي، دي اللي بدخل فيها اول قطعة من البصل اهي. واروح جايبة واحدة فلفل الوان احمر مثلا، واجيب واحدة اخضر اهي احمر واخضر. بعد كده هجيب قطعة من الفراخ بقى بتاعتنا بتاعت الشيب، واروح حطها كده اهو، وهحط تاني انزل بقى فلفل اصفر، بعد كده بصلاية، قطعة شيش اهي، هنزل بقى فلفل
ممكن حته احمر اهي، تشكيل بقى زي ما احنا عايزين. بس هو اساسي الفلفل الالوان والبصل لازم معانا يبقى موجودين. اهو قطعة فراخ تاني اهي، اهو بصوا الشكل بتاع العصيان بتاعتنا هيبقى بالشكل ده. نعمل تاني واحدة مع بعض. هنجيب برضو قطعة بصل زي ما احنا قلنا، اول واحدة معاها فلفلة اخضر، ممكن يجيب قطعة اصفر. كل ما هبدل الالوان هيدي شكل حلو قوي للستيك بتاعي. بصوا قطعة فراخ، نحط قطعة تاني برضو اهي، بصلة، فلفل احمر يعكس اللون معايا، ممكن نجيب اخضر برضو، نحط قطعتين فراخ بقى اهو، واحدة فلفل تاني، قطعة فراخ، نعكس نحط بصلاية اهي. بصوا اهو اهي، بصوا ده شكل الشيش بتاعنا بعد ما بنعلقه بقى في الاسياخ بتاعتنا. انا هخلص الكمية بتاعتي بنفس الطريقة ونرجع تاني نشوف عملناها ازاي. ده شكل الشيش بتاعنا اهو بعد ما علقناه في السياخ بتاعته اهيت، وحطينا كل حاجه معاه، الفلفل والبصل وكل حاجه زي ما احنا شفنا. هنروح بقى دلوقتي على النار نحضر طاسه اهي تسخن معايا، واروح بقى نازله بيها بايه، بعصيان الشيش اللي احنا جهزناها اهي. هنزل بقى كده واحد واحد. الفكره في ان انا بعمل له ايه هنا، بشوحه وفي نفس الوقت بديله لون، ويعتبر ان انا بقى يعني بسويه ربع التسويه بتاعته. وفي الفرن بقى بولع الفرن بتاعتنا على ما هنا يتشوح، اكون بقى خلصته وجهزته في الصينيه واحطه في الفرن. هنشوف دلوقتي مع بعض. اهو احنا بصوا بنحطه في الطاسه اهو اهي، اهو هنزل واحد كمان اهو، هقعد بقى ايه اقلبه كده من النواحي عشان يبتدي ياخد لون معايا. بصوا تحسوا ان هو لونه اتغير شويه اهو، هقعد اقلب فيه كده. هو بقى اهو هو بينزل ميه لوحده، انا ما اعملش معاه اي حاجه ولا احط معاه اي حاجه، هو بينزل الصوص بتاعه لوحده. بصوا اهو اقعد اقلب في العصيان كده لحد ما اخليه كل النواحي بتاعته تبقى احس ان الفراخ خدت لون كده صدمه وتشوحي. طبعا احنا مولعين الفرن بتاعتنا زي ما احنا قلنا، لا يتشوح معايا بقى في الطاسه، هطلع بيه في الصينية بتاعتنا دي اللي احنا هندخلها الفرن بتاعتنا. نبقى مجهزين معانا الصينية، يطلع من الطاسة على الصينية. وصفته سهلة جدا وبسيطة، وبيطلع نفس المشوي بالظبط ونفس المطاعم بالظبط اللي احنا بنجيبه اهو. بصوا هقعد اقلب في العصيان كده اهي، اهو كل اتجاه اهو، اخلي بالي كده اهو اهو. احنا بقى هقعد اقلب فيهم جميع النواحي واجيب لكم بقى شكله النهائي في الصينيه بتاعتنا بقى عامل ازاي. ده شكل الشيش بتاعنا اهو بعد ما شوحناه في الطاسه مع بعض، حطيته في الصينيه ديت. دلوقتي بقى الخطوه دي هنيجي بقى نجيب الورق بتاعنا الالومنيوم ونغطي الصينية بتاعتنا كويس قوي عشان يكمل بقى بقية التسوية بتاعته في الفرن بقى براحته. مفيش، هم 10 دقايق كده، ربع ساعة في الفرن وهتلاقيه بقى جاهز. انا بقى هحطه في الفرن دلوقتي واوريكم شكله بعد ما خرج من الفرن عامل ازاي. ده شكل الشيش بتاعنا اهو بعد ما خرج من الفرن، هنحطه بقى دلوقتي تحت الشواية ياخد لون معايا تحمير حلو قوي. وانا هنا بقى مولعة على فحمية
عشان تولع معايا على ما هو يتحمر، واول ما يخرج بقى نروح رامين معايا ايه الفحميه. هنشوف بقى مع بعض ازاي هنعمل الخطوه دي. وده شكل الشيش بتاعنا بعد ما حطيناه تحت الشوايه، خد اللون المتحمر الجميل ده. انا بقى دلوقتي عايزه اديله ريحه الشوي كاني شويه على الفحم بالظبط. هعمل ايه بقى؟ هجيب معايا قشره بصلايه كده اهي، واحنا مولعين فحمية طبعا من قبل وشوفناها، هننزل عليها بنقطة زيت صغيرة على البصلاية على القشرة بتاعتها كده، وروح نازلة بقى بالفحمية. هتطلع معايا الريحة دي بقى، شايفين الريحة دي؟ انا بقى روح كمر الريحة دي كده بسرعة، هغطيها بسرعة جدا اهي، واسيبها بقى مع الفحمية كده لمدة 10 دقايق ربع ساعة لحد ما الفحمية بتاعتي تتفي خالص. هتشمي ريحة روعة وشكل روعة. بصوا بصوا الدخان لو رفعت، بصوا بصوا جميلة ازاي، بتدي نفس وريحة كأني شويتها بالظبط على الشواية الفحم بالظبط بالظبط اهي. واحنا بقى هنسيبها شوية لحد ما الفحمة بتاعتنا تدفي، ونرجع بقى نقدم بقى ونشوف الشكل النهائي بتاعنا ايه. شكل الشيشة اهو بعد ما الفحمة اتطفت فيه خالص وهدي من الدخان معايا خالص، هبتدي بقى ايه اقدمه في الطبق بتاعنا. هنشيل اول حاجة الفحمية بتاعتنا دي على جنب كده اهي، وهنجيب بقى طبق التقديم اللي احنا هننزل فيه بالشيش بتاعنا. هنبتدي بقى نرصصه بقى بالشكل الجميل ده، الريحة طبعا تحفة، جربوها وقولولي رأيكم بقى فيه، كأننا لسه جايبينه من المطعم، وكأنه بالظبط حركة الفحمية دي بقى كأني لسه شوية على الشواية الفحم بالظبط، مفيش اي اختلاف. كل اللي هياكله عندك هيقولك ان هو نفس طعم الفحم بالظبط اهو. بصوا بقى شكله عامل ازاي، جميل ازاي. وده شكل وصفتنا خلاص، وكده الوصفة بتاعتنا خلصت. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من مطبخي.